مساء الخير واهلا بحضراتكم، بنرحب بيكم دايما على القناه الثانيه والفضائيه المصريه. طبعا النهارده يوم جديد بنقابل حضراتكم فيه، النهارده 12 يناير 2011. يمكن النهارده يوم الاربعاء المفروض حضراتكم بتقابلوا فيه محمود سعد زميلي العزيز، لكن في الحقيقه النهارده ظروف خاصه عند محمود. في الحقيقه حاله وفاه زوج اخته اتوفى النهارده، وبالتحديد الساعه 4 العصر. فكل تعزينا القلبيه لاسره زميلي العزيز محمود سعد، وتقبل الله يا رب، وربنا يرحمه ويصبر أهله. في الحقيقة النهاردة برضو في حاجات كتير كده غريبة حصلت لبرنامج مصر النهاردة. يعني واضح ان في عين حسود كبيرة قوي يعني على البرنامج النهاردة. في الحقيقة تعرض الأستاذ أحمد طه المشرف العام على البرنامج، وفي نفس الوقت هو بيشغل منصب مساعد وزير الإعلام للشؤون الفنية، كان في طريق الفيوم، ومعاه يعني زميلنا العزيز الأستاذ أحمد الألفي، هو مهندس ديكور أيضا معانا هنا بوزارة الإعلام. العربية اتقلبت بيهم 4 مرات، لكن اتنقلوا على طول لمستشفى الفيوم العام، وطبعا اتعملت لهم على طول كل الإسعافات اللازمة. بالتحديد الحادث وقع عند كيلو 65 بطريق الفيوم القاهرة بكوم أوشيم بسبب انفجار في إطار إحدى عجلات السيارة، لكن الحمد لله أحمد طه الحمد لله كويس قوي، وأيضا الأستاذ أحمد الألفي مهندس الديكور الحمد لله يمكن عنده إصابة يعني ربنا معاه إن شاء الله، لكن بنتمنى لهم طبعا الشفاء العاجل ويرجعوا لنا بألف سلامة. النهاردة في الحقيقة في مجموعة من انا اسفه كمان انا نسيت اقول لحضراتكم، يعني استكمالا للحوادث اللي احنا بنمر بيها، عماد الغول امبارح كان عامل عمليه بسيطه كده، ويعني ان شاء الله يقوم ويرجع لنا بالف سلامه. عماد الغول من المخرجين حقيقي الهايلين جدا، هو مبتدي مع البرنامج من زمان قوي، ومخرج كبير وشاطر، واحنا في الحقيقه ما بنعرفش نشتغل من غيره. صحيح طبعا كلهم فوق في الكنترول يجننوا، لكن برضو عماد ليه برضو لمساته الذهبيه يعني، فبنقول له يا رب ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه انت واحمد طه وكل الناس اللي بجد طول عمرهم بيبقوا حريصين على البرنامج، وانه يطلع لحضراتكم في اجمل صوره، وكلهم في الحقيقه كل واحد فيهم بيعمل كل اللي يقدر عليه. يعني يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان احمد طه بيصحى من بيته كل يوم الصبح، يعني يجي مثلا يبقى في الوزاره مثلا من 9 الصبح او من 8، ويمشي بعد البرنامج ما بيخلص، وبعد البرنامج بقى في اجتماع تاني علشان يشوفوا ايه اللي هيتعمل في اليوم اللي بعديه، برضو احمد طه بيفضل قاعد. فبجد الناس دي تعبت كتير قوي علشاننا، عشان نطلع لحضراتكم بالمستوى اللائق اللي حضراتكم شايفينه. ف احمد طه معانا على الهوا، اهلا بيك يا احمد، ازيك؟ اهلا يا مدام منى، ازي حضرتك؟ الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك، الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله زي الفل زي الفل، الحمد لله نعمه من عند ربنا، الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. ايه اللي حصل بالظبط يا احمد؟ لا مفيش، هي الكاوتش بتاع العربيه ضرب، فالاكس اتكسروا، فقدت السيطره على العربيه خالص يعني. فاتقلبت فينا اكتر من مره، والحمد لله الحمد لله زي الفل، احنا كويسين كلنا الحمد لله يعني نحمد الله. انتوا كنتوا رايحين برضو لعمل في الفيوم، انتوا كنتوا رايحين عشان نطلع بحلقه من مصر النهارده في الفيوم ان شاء الله؟ ان شاء الله، كان عندنا معاينه عشان نعمل حاجه من هناك، والحمد لله يعني. لا الحمد لله بجد، يعني الف حمد لله على سلامتك. طب احمد الالفي اخباره؟ انا عارفه ان انت كنت لسه في المستشفى لحد دلوقتي. زميلنا احمد الالفي طمنا عليه. تمام كويس زي الفل، هم حاطينه بس تحت العنايه يعني عشان بس يطمنوا عليه. اما بالنسبه لي انا الدنيا تمام، انا زي الفل. عملت اشاعات اتاكدت ان الحمد لله كل حاجه سليمه؟ كل حاجه بصراحه في مستشفى المعادي يعني، قاموا بكل واجب يعني، والحمد لله اطمنا الحمد لله. تمام. اول ما العربيه قلبت بيك كده، ايه الحاجات اللي فكرت فيها في دماغك؟ ما تقوليش مصر النهارده ارجوك. لا مش للدرجات دي، لا مش للدرجات دي. ربنا يا رب يخليك ليهم ويخليهم ليك. ربنا يخليك يا منى، على سلامتك. وشكرا يعني لاهتمامكم، الحكايه ما كانتش تستاهل كده، ربنا يبارك لكم يعني. ربنا يخليك يا رب وترجع لنا بالف سلامه. بشكرك جدا زميلنا العزيز احمد طه، الحمد لله بالف خير.
بنقول لحضراتكم عندنا طبعا النهارده مجموعه من الاخبار، في الحقيقه اخبار كتيره جدا، يمكن معظمها متابعه لبعض الحوادث اللي حدثت بالامس، وهيبقى فيها اتصال تليفوني او تقرير، بالاضافه طبعا لاخبار تانية جدت على الساحه من امبارح للنهارده. في بعد كده الفقره الاولى مع حضراتكم النهارده هتبقى لقاء مع الدكتور جلال الدين الجميعي، وهو عميد كليه العلوم جامعه حلوان. في الحقيقه انا سعيده جدا ان انا بقابل الدكتور جلال الدين الجميعي، في الحقيقه هو يعني هو اول عالم مصري يعني يفوز بجائزه الاتحاد الافريقي في علوم الاختراع والتكنولوجيا. احساس جميل قوي ان احنا نلاقي عندنا علماء ويتكرموا على مستوى حتى القاره بحالها. اكيد هو عمل اشياء جميله جدا وناجحه جدا وهتبقى مفيده جدا، علشان كده اتكرم. احنا النهارده هنحاول نعرف اكتر ايه اللي قدمه بالظبط، خد الجايزه عشان ايه، وفي نفس الوقت احنا هنا في مصر هنستفيد بايه من الابحاث اللي عملها طوال حياته، وربنا طبعا يديله طول العمر عشان يدينا اكتر واكتر. الاهم طبعا من ده كله ان هو نستفيد احنا كمصريين من كل بحث هو عمله الدكتور جلال الدين الجميعي. اكيد لقاء هيبقى ثري جدا، ارجو من حضراتكم انكم تتابعونا فيه. في نفس الوقت مهم قوي ان احنا من وقت للتاني نوري لحضراتكم ونستضيف هنا في الاستوديو ناس حصلت على جوائز. النوع ده من اللقاءات التلفزيونية بيفرق مع ناس كتير، يمكن بطريقة غير مباشرة. مهم قوي ان احنا نشوف نماذج ناجحة قدامنا، مهم قوي ان احنا نشوف ناس تعبت وشقيت واجتهدت وفي نفس الوقت عملت شيء مهم جدا ليها والكل اللي حواليها وكل مجتمعها، بل بالعكس للقارة والعالم كله. وفي نفس الوقت الاهم انها تلاقي تكريم من البلد، من مصر، من مصرنا الغالية اللي احنا كلنا بجد بنحبها. فإحنا كل وقت كده بنلاقي مثال مشرف إحنا بنحاول نمسك فيه على طول عشان يبقى نموذج قدامنا كلنا، إحنا كلنا يعني نبقى مبسوطين وفخورين وإحنا بنقابله. اللقاء الثاني في الحقيقة هيبقى مع مجموعة من الشباب، محمد عهدي فضلي ونور الدين حسين. في الحقيقة هما الاثنين منضمين أو يعتبروا قادة بصيف عمر الشباب لمجموعة اسمها ياسك. ياسك دي في الحقيقة هي عبارة عن جمعية عالمية بيدورها طلبة، الطلبة دول باحثين وبيبقوا حديثي التخرج. الجمعية دي من زمان، مش من قريب، اتأسست عام 1948 وابتدت بقى في النمو على مستوى العالم كله. تقريبا عايز اقول لحضراتكم انه ليها وجود في اكتر من 102 دولة، مقرها الرئيسي في روتردام بهولندا. هدفها نبيل جدا، يعني لو كلنا عملنا بيه الدنيا كلها هتبقى جميلة. بتهدف لتنمية صفات ومهارات أساسية في أعضائها بتؤهلهم للقيادة. احنا كتير قوي بنقعد نقول ان احنا اهم او يمكن اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في مصر هي مشكلة الادارة. مشكلة الادارة دي علشان الواحد يدير كويس لازم يكون قائد صالح. القائد ده لازم يكون عنده خبرات ومؤهلات تؤهله انه يعرف يدير مجموعة، مش مجرد بس ان هو يعمل عليهم رئيس، لا، انه طبعا يديرهم بطريقة علمية وطريقة فيها نوع من المهارات الفنية اللي بيها يقدر هو يسيطر على هذه المجموعة وفي نفس الوقت يخليهم يحققوا الهدف المرجو منه. فأعتقد أن الموضوع ده مهم جدا خصوصا للشباب. أعتقد أن دي فقرة يا رب يشاركني فيها كل الشباب اللي بيتفرج علينا وهيتابعنا من خلال طبعا موقعنا على النت، وأنا أسأله كل حاجة بمنتهى يعني الصراحة والصدق، وما يعني ما يبقاش في أي حرج، أسأله لأن شباب هو اللي هيرد على حضراتكم. آخر فقرة في الحقيقة هي طبعا الدكتور سعد الدين الهلالي مع الشيخ خالد الجندي. الشيخ خالد الجندي النهاردة هو هيكون زميل معانا، هو اللي هيبقى مذيع النهاردة وهيستضيف الدكتور سعد الدين الهلالي، طبعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أنا هخلي الشيخ خالد الجندي هو اللي هيحدد طبعا الموضوع اللي هيتكلم فيه مع حضراتكم، وأعتقد أنه ممكن يبقى برضو في مداخلات بالتليفون لو حضراتكم عايزين تستفسروا عن أي شيء في هذه الفقرة. لكن اسمحوا لي هنخرج فاصل سريع ونرجع نشوف مصر حصل فيها ايه النهارده.